في كل فروع النادي الأهلي وكمان في الفرع الجديد فرع التجمع الخامس. نروح بقى الماتش الأهلي. الأهلي واجه حرس الحدود لتأمين صدارة الدوري الممتاز. الفريق الأول لكرة القدم النهاردة يعني امبارح اختتم متدريباتهم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق حرس الحدود مساء اليوم. واجتمع مستر مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مباراة حرس الحدود. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، احنا خلاص خلصنا الاحتفال وبنتكلم عن أهمية مباراة حرس الحدود وبنتكلم عن الشكل اللي احنا لازم نرجع بيه بقوتنا في الدوري. الدوري لسه مخلصش والدوري محتاج ان انت تركز في كل الماتشات، واولهم ماتش حرس الحدود اللي انت خلاص بتنهي بيه احتفالك تماما 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 ببطولة افريقيا. وطبعا اللاعبين خاضوا تدريباتهم البدنية المتنوعة في بداية فقرات المران امس تحت اشراف اندريس اندويا وطبعا مخطط الاحمال ودكتور طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل. وطبعا ميشيل يانكم مدرب حراس المرمى خد رباعي الحراس الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف كمان في تدريبات منفرده مكثفه. وادى لاعبي الاهلي طبعا تدريبات خططيه متنوعه قبل ان تختتم الفقرات المران الرئيسيه بتقسيمه صغيره شارك فيها جميع اللاعبين. وطبعا الاهلي بيستعد لمواجهه حرس الحدود في التاسعه مساء التاسعه والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب الكليه الحربيه، وده طبعا من مؤجلات الجوله 16 في الدوري الممتاز. هيدير مباراة النهاردة الحكم أمين عمر بمساعدة أحمد عبد الغني ورمضان هنداوي والحكم الرابع إبراهيم الدسوقي، وطبعا حكام الفيديو مصطفى الشهدي وهيثم الشريف. الصورة معنا على الشاشة هي الحكام اللي أعلنها اتحاد الكرة لمباراة النهاردة. طبعا مباراة مهمة ومباراة لازم يرجع بيها الاهلي بقوه في الدوري، وخلاص احنا كده في المرحله بتاعت ان احنا بنفكر في الدوري. الدوري غايب بقاله سنتين ولازم الاهلي يرجع بقوته كلها في الدوري عشان نحسم بطوله الدوري في اسرع وقت ممكن. دي كواليس النهارده وزي ما حضراتكم شايفين ده في الاوتيل، متابعه مباشره يعني من خلال برنامجنا، وبعد كده معانا الاستوديو التحليلي ان شاء الله الساعه 8:30 مع الكابتن ايمن شوقي طبعا الكابتن العظيم. طبعا زي ما انتوا الماتش الساعه 9:30 طبعا واللعيبة في أتم جاهزيتها. اللقطات دي حصرية لقناة النادي الأهلي ومباشرة معانا من الفندق. طبعا حالة من التركيز، خلاص الناس بطلت تحتفل زي ما حضراتكم شايفين كده. أدي محمد الشناوي معانا على الشاشة في كامل تركيزه، خلاص الموضوع انتهى، احنا مركزين في مباراة الدوري دلوقتي يعني. والواضح طبعا على كل اللعيبة التركيز التام. كابتن سامي قصان اهو معانا. كل الناس خلاص احنا خارجين في مود التركيز بتاع مباراة حرس الحدود، مباراة كمان ساعات من دلوقتي، فبالتالي الفرقة كلها على أتم الاستعداد للمباراة. دي أليو ديانج كمان ومحمد شريف، يعني الفرقة خلاص داخلة في مود الدوري يعني رجعنا للدوري، والدوري بطولة مهمة وبطولة أساسية من البطولات اللي النادي الأهلي بيحب يحافظ عليها. أدي طبعا أفشة ومروان عطية، خلاص ما بصوا حتى النظرات بتاعت اللعيبة وكلامهم وأحاديثهم كلها تركيز، مفيش احتفالات ومفيش ابتسامة حتى بتاعت اللي هي إيه، لا كله مركز، كله حاطط في دماغه ماتش حرس الحدود دلوقتي. هو ما خلاص خرجنا في فترة الراحة وراجعين من فترة راحة كويسة واللعيبة راجعة من المنتخبات خلاص يعني انت دخلت في مود المسابقة تاني. ادي طبعا طاهر اللي قلب الدنيا وشوبير الموضوع خلاص، وادي عمرو السلاية كمان وعلي معلول ورامي ربيعة وعلي لطفي، يعني اللعيبة كانت مع المنتخبات، وبالتالي النهاردة تأكيد انتصارات الأهلي واستمراريته في الفوز على الدوري هو الأهم، لأن بطولة الدوري لازم بإذن الله تكون في الجزيرة مكانها الطبيعي السنة دي. لعيبة الأهلي عاملين مشوار هايل طول الموسم في الدوري الممتاز، والأهلي لحد دلوقتي الفريق الوحيد اللي في الدوري بدون هزيمة. المهم إنك تحقق الفوز وتكمل مشوارك لتأمين صدارة الدوري، وبالتأكيد هتتابعوا الاستوديو التحليلي مع بعد النهاردة بعد البرنامج طبعا مع الكابتن أيمن شوقي وضيوفه بإذن الله. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي. يعني زي ما حضراتكم شايفين الصورة واضحة جدا، اللعيبة في كامل تركيزها، اللعيبه كلها خلاص مركزه في الدوري، بطوله مهمه وبطوله مهمه ان انت تستردها، هي غايبه بقالها سنتين عنك، فبالتالي بطوله افريقيا ما كانتش غايبه سنتين، بطوله افريقيا غابت سنه واحده لكن الدوري كان غايب سنتين، وبالتالي مهم جدا التركيز على بطوله الدوري الفتره دي عشان تحسمها مبكرا. قدامنا فرصه كويسه ان احنا نحسمها بدري، فبالتالي مهم ان كل الفرقه تكون مركزه. ادي كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، خلاص واضح جدا التركيز. ماتش حرس الحدود ماتش مهم، حرس الحدود كمان صعوبه الماتش ده ان الفرقه دي مش فارق معاها، هي خلاص من الفرق اللي ضمنت الهبوط يعني، فبالتالي انت لا قدامك فرقه هتلعب وهي عايزه تعمل شو حلو. طبعا زميلنا فاروق بيحاول يتكلم مع مترجم مستر كولر، وفاروق على كون طبعا فاروق هيكون معانا على مدار الحلقه ان شاء الله كمان.
يعني هيبقى في متابعه للنادي الاهلي. حضراتكم فاهمين طبعا سيستم النادي الاهلي. خلاص الموضوع دلوقتي كل تركيزنا في بطوله الدوري. بطوله الدوري خلي بالكم قدامنا فرصه ان احنا نحسمها بشكل جيد. عندنا عدد ماتشات مؤجله كويس، لكن احنا بنركز ماتش بماتش. دلوقتي احنا كل تركيزنا في ماتش حرس الحدود. ماتش النهارده هو الاهم بالنسبه لنا. نخلص ونكسب نفكر في الماتش اللي بعده. هي دي طريقه النادي الاهلي على مدار السنين. نروح بعد كده بقى للاهلي يفتح باب الاختبارات لتجهيز فرق الكره النسائيه من مواليد 2005 لحد 2009. النادي الاهلي قرر فتح باب الاختبارات لتجهيز فرق الكره القدم النسائيه. فريق كره القدم النسائيه مواليد 2005 واللي هيشارك في الدوري الناشئات اللي هيتم تنظيمه من قبل اتحاد الكره. اكد كابتن شطه طبعا مدير اكاديميه النادي الاهلي فتح باب الاختبارات يوم 5 و6 يوليو القادمين من الساعه 8 صباحا على ملعب